يا دكتور، نومك تقيل بشكل. والنبي ما انت قايم، خليك مستريح. وبعدين تقوم ليه؟ ما انا هخليك نايم على طول. انت مين وعايز ايه؟ مش فاكرني يا دكتور؟ يا خساره، يا ترى عينيك هي اللي ضعفت ولا ذاكرتك؟ انا باختصار يا صاحبي مندوب عزرائيل، جاي اخد الامانه وامشي على طول. امانه ايه؟ انت عايز تقتلني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ عملت لي كتير قوي، وكل حاجه من اللي عملتها تستاهل عليها ابشع موته. بس أنا هكون أكرم منك، هحاسبك جملة مش معروف. لا بلاش، هطرشق لك نفوخك. لا لا لا، قابل معروف، قابل معروف. نايم وحطت مسدس تحت مخدتك، عارف إنك ظالم وخايف من الناس اللي ظلمتهم. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ تعرف دلوقتي هعمل ايه؟ اعمل معروف ما تموتنيش، انا راجل غلبان وفي حاجة. لو كنت عاوز فلوس، في فلوس في دولاب كتير، خد اللي انت عاوزه، خدهم حتى كلهم، بس سيبني اعيش. وليه ما سبتنيش انا اعيش؟ ليه ما سبتش مراتي تعيش؟ مراتك؟ ايوه مراتي، مراتي اللي ساعدت في هتك عرضها مع الكلاب اللي زيك، ورميتني في السجن 25 سنة بشهادة زور، شهادة نسيت فيها ضميرك، نسيت فيها الحلفان اللي حلفته يوم ما قالوا لك مبروك بقيت دكتور. يا دكتور يا نغمة، طيب الوينش جابر، الوينش جابر. ايه اللي في الازازه دي يا جابر؟ بنزين. ها؟ مش انتوا يا دكاتره لما بتلاقوا وبا في حته وما بتعرفوش تعالجوه بتحرقوها؟ جابر انا بقى هخلص البلد منك. جابر لا يا جابر، جابر لا يا جابر لا، واطهر مهنه الطب من شرك. حرام عليك يا جابر، حرام عليك، وكمان عشان تتعود على نار جهنم. حرام يا جهنم، حرام، قبل ما تتفاجأ بيها في الآخر. لا يا جابر، لا جابر، لا لا يا جابر، جابر لا، حرام عليك، حرام عليك جابر، لا. هتعمل ايه تاني يا جابر؟ جابر لا لا يا جابر، حرام عليك يا جابر، حرام عليك. Oh, my God.
تاني. طيب بابا. نعم حبيبي. انا يعني عايز اكلم حضرتك في حاجه كده. من مده قلت لي اتجوز يا مرسي، افتح بيت يا مرسي، نفسي اشوف لك عيل يا مرسي. ولحد دلوقتي يا ابني بقول لك نفس الكلام. ايه رايك بقى ان مرسي سمع كلامك؟ اتجوزتي يا مرسي؟ لا مش للدرجه دي يا ابو مرسي. انا اقدر اعملها من وراك. لا هو انا حاطط عيني على بنت حلال، هتعجبك قوي واهلها ناس كويسين جدا. الحمد لله يا ابني، هو ده المطلوب. قول لي بنت مين؟ ده ابوها. بعد اذنك ارد على التليفون. الو. ايوه ايوه انا. ايه؟ مش معقول. طيب 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 انا جاي. خير يا ابني؟ في ايه؟ جريمه بشعه حصلت في العجمي. جريمه ايه؟ واحد حرق دكتور. والدكتور ده اسمه ايه؟ لسه ما عنديش تفاصيل، بعد اذنك يا بابا. استر يا رب. اهلا يا مرسي. تمام يا فندم. عملت معاينه؟ شيء فظيع مش كده؟ جدا يا فندم. واضح ان الجريمه مش بهدف السرقه زي ما كنا متصورين في الاول. انت طبعا فاهم ان المجني عليك كان دكتور معروف في البلد، وعلشان كده الراي العام هيتابع اخبار الجريمه اول باول، وده معناه انك لازم تقبض على المجرم باسرع وقت ممكن. اطمن يا فندم، انا مفيش جاني يفلت مني ابدا. انا عارف. مساء الخير يا بابا. اهلا يا مرسي. مين الدكتور انت ده؟ ياه، انت مهتم بالقضيه دي قوي يعني. لا اصلها حادثه غريبه قلبت دماغي. ده دكتور معروف قوي اسمه نزيه امين. نزيه امين؟ انت تعرفها يا بابا؟ لا ابدا. ويا ترى كان فعلا نزيه وامين ولا مجرد اسم زي بقيه الاسامي اللي بتداري وراها بلاوي؟ المهم في الموضوع مش اسمه، لكن الطريقه البشعه اللي القاتل ارتكب بيها جريمته. تصور يا بابا، ربط الدكتور في السرير بكلبش ملاحه بنستخدمه في البوليس، ورش عليه بنزين وحرقه. مجرد معاينه الجريمه كان شيء صعب جدا، وده يديك صوره قد ايه القاتل ده انسان متوحش. انتوا عرفتوا القاتل؟ لسه، بس اعتبره وقع خلاص. ليه؟ هو ساب وراه اي حاجه تبين شخصيته؟ لا هو ما سابش، بس من سوء حظه انهم كلفوني انا بالتحري عنه والقبض عليه. انت عارف بقى مرسي اما يحط دماغه في حاجه. مش معنى انت اللي اختاروك؟ ما انت عارف ان كل الحوادث المهمه لازم تجيني. انت شاكك في قدرات حبيبك ولا ايه؟ مرسي يا ابني، انت اكيد لاحظت ان انا النهارده تعبان شويه. اه فعلا. فكرت اسافر فسحه صغيره اسبوعين ثلاثه في اي بلد عربي من اللي انت رحتهم معايا وانت صغير. يمكن تغيير الجو يريحني. فكره هايله ولازم تعملها من بكره. علشان انفذها ليا شرط. ايه؟ عايز فلوس سلف؟ قول قول ما تكسفش. انا سداد من جنيه لنص جنيه. انا بكلمك جد دلوقتي ما بهزرش. اتفضل قول. علشان اسافر لازم سيادتك تبقى معايا رجلي على رجلك. روح قلبي، مين يكره الفسحه وخصوصا لما تبقى ببلاش. بس انا لسه حكي لك على القضيه الخطيره اللي حطوها في رقبتي الليله دي، ما اقدرش اعتذر عنها. يا اخي يا البلد ما فيهاش ضباط غيرك، يدوها لاي ضابط تاني. القضيه دي باين من ريحتها انها قضيه خطيره،